السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة وين كونكر. اهلا وسهلا بكم من جديد. رجعت لكم في تحسينات ان شاء الله هتحصل بإذن الله في اقرب وقت. تمام، اولا احنا هنشوفها دلوقتي اهو، اوبتمايزيشن، تحسينات متعددة. اولا في الاسكلات اخوانا، في دراجون وورير، في الرونز، وفي الاسكلات العادية. تمام، طبعا انا مش هعرف اظبطها بالظبط لشرح الاسكلات دي، بس انا عايزكم تعملوا حاجة، توقف الفيديو الاول وتعملوا لايك للفيديو والاشتراك للقناه مع تفعيل زر الجرس. بعد كده تروح للعبه كونكر وتشوف الشخصيات بتاعتك وتشوف الفرق. دي يا جماعه السكيلات بعد ما تكون فيكسد. تمام، فانت تشوف مثلا ايه الفرق. يعني مثلا عندك دلوقتي السكيله بتاعت البالم مثلا 110، مثلا بقت 120 دلوقتي، او الاستمانه. انا عايزكم يا جماعه دلوقتي تشوفوا كل شخصيه تحسينات ايه اللي فيها. تمام، لان طبعا مش هعرف اظبط الشخصيات دي او الشرح بتاعها او شرح السكلات بتاعتها اللي تحسن. تمام، لان في اللي منها تحسن وفي اللي منها ما تحسنش. يعني اللي تحسن يكون مثلا حاجه بسيطه، استمانه، فرق مثلا باور، فرق حاجه زي كده يعني. تمام، طيب اللي هقدر اشرحه اولا، تاني تصليح او تاني تحسين اللي هو الايفنتات. طبعا انا عامل هنا شرح، فقلت عشان اخلص يعني ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام، اولا تحسين جوائز في الدايلي كويست. اول ما تبقى بتعمل المهمه، طبعا انت عارف بتاخد نقط تشامبيون، ومثلا اللي هي مثلا دايلوج ويست توكن. تمام، في حاجه اضافيه تاخدها، حاجه اسمها فريش اي اكس بي فروت بعد ما تستخدم الاتشي توكن. تمام، فريش اي اكس بي فروت مش عارف اذا كان ده مثلا ايتم جديد او يعني هو كالعادي. ما انت كده اصلا تشي توكن لو انت اصلا في نفس المستوى بتاعك الطبيعي، لو مثلا 120 او اي حاجه لو دست عليها تاخد تشي، عفوا تاخد اكس بي. بس مش عارف بقى اذا كان الجي ام مثلا في الحته دي هيحسن منها، يقول لك مثلا تختار تشي ولا تختار اكس بي، دي مش عارف صراحه. طبعا انت لما بتغير في تاور ميستري، لما انت عايز توصل الوحوش 5 نجوم. تمام، طبعا انت بعد كده هتاخد ضعف اللي هي الايتم اللي بتزود لك، اللي هي الجيد دي اللي بتزود لك عدد النجوم بتاعت الوحش كل مره، هتاخد الضعف. يعني مثلا بتاخد واحده ولا بتاخد اتنين، لا هتاخدها مثلا 5 3 على حسب ما هو يدي. تمام عفوا. تم نقل طبعا وضعيه اللي هوش الكويست دي. تمام، تم نقلها خالص من مدينه التاون سيتي، او لا تم نقلها اساسا لمدينه التاون سيتي. تمام، وبعد كده هيتم تحسينات او جوائز في تريجر او تريجر كويست. بعديها هيتم حذف تريجر كويست هيز بين ريموفد. يعني انت اول ما هيعمل تحسينات للتريجر كويست هيروح مساحها على طول. تمام، مش عارف بقى اذا كانت غلطه دي ولا ايه. في ماب دراجون ايلاند، في ماب في حاجه ايتمية جديده هتنزل، ارت افكت او افكت حاجه زي كده، يعني هتقع من الوحوش في دراجون ايلاند. تمام، بس كان مش عارف بقى من البوس ولا من الوحوش العاديه. ده هيساعدك ان انت تحول الايتمات بتاعتك لايتم اليت. تمام، مش عارف بقى اذا كان الريليك ولا اللي هو الايتم العادي، يعني زي مثلا السورد او البليد او ايتم بتاع اللبس او النيكلاس او اي حاجه. تمام، بعد كده تحسينات في الور، هيتم حذف طبعا الكينج دام وور. تمام، والامبرور اللي هياخدها اللي هو هيكسب الجلد وور. تمام، مسابقات بتاعت الماين اوف بلاد. تمام، رجعت من تاني وهتاخد منها اتشي، وتقدر تكلم مستر مي عشان تفهم اكتر. تمام، بالنسبه للكلان وور انا دي يا جماعه مش فاهمها بالظبط، بس فعلا في كذا نقطه هنا، 3 4 نقط في التحسينات دي انا مش فاهمها، واول ما افهمها ان شاء الله هنزلها في فيديو جديد. كمان مش عارف ايه هو التحسينات، يعني مثلا اللي من 2 لـ 1، يعني مثلا 2 لـ 1 2 بقت 1، يعني مثلا المدينه مسيطره مثلا او حاجه زي كده، او اللي تقدر تسيطر عليها. دي انا مش مظبوطه بالنسبه لي يعني. وطبعا اللي اعرفه عليك ان هو اي رسوم مثلا دخول هيتم حذفها. تحسينات في جوائز كروس سيرفر سي تي اف، دي معروفه طبعا، وهيقلل الباور في الارينا وفي الكلاس بي كيور. يعني انت مثلا عندك السكيل تقريبا بتبقى باور 300 وحاجه تقريبا، هيبقى زيها يعني، كله هيبقى في مستوى واحد او هيقلل اهو، هي بيت باور هيقللها فعلا، هيبقى كله في مستوى واحد من كلاس بي كي والارينا. وطبعا التيم ارينا هتتقفل
يتم الارينا العاديه، مش بتاعه المسابقه، مش بتاعه كل اسبوع، لا اللي هي اليوميه، هذه تلغي ويتم مكانها او تعويض مكانها تحسينات في الارينا العاديه جدا. تمام، بعديها تحسينات في المهمات اليوميه. في 3 وحوش جداد هينزلوا جدا جديد جدا 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 في الريلم، كل ساعه 3 وحوش هتنزل في خلال كل ساعه. تمام، وطبعا الجوائز كتيره جدا، بس طبعا لما تقدر تموت الوحش بنفسك، وهتقدر تاخد ممكن تستلم لغايه 50 جايزه لمده اسبوع. يعني لو قتلت 30 لو قتلت 50 وحش، في ناس عرفها ما شاء الله يعني مفتريين جدا، ممكن يدوا لك 100 و200. لا الجيم مخلي لك محددها لك، بيقول لك انت ممكن تستلم لغايه 50 مره مثلا في الاسبوع او ممكن اعلى. ذا بوس فونكس اوف انفيرنو، البوس ده يظهر في الريلم بتوقيت 10 و10 كل يوم في الريلم. تمام، لو قدرت تموته هتقدر طبعا تاخد جوائز قيمة جدا جدا، ده تقريبا اللي هو الكبير بتاعهم يعني. تمام، لمدة 3 مرات في الاسبوع. بعديها هتتقلل الوحوش في دراجون ايلاند والماب الجديد جاينت جاز مثلا. بعد كده هتقتل الوحوش، موت الوحوش في الريلم هتستلم ريلم توكن تقدر تبدلها بكتاب جديد خاص بالاينر باور من خلال مايستر تويست في الداون. طيب انت لو قتلت الوحوش اللي هي بتاعت الريلم اخوانا، هتقدر تستلم حاجة اسمها ريلم توكن تقدر تبدلها بكتاب خاص بالاينر باور. طبعا بعد كده تقدر تستخدم باور اللي هو تقليل يعني الطاقة بتاعت الاينر باور خاصة بك، تقدر الخاص بك عشان تقدر تغليها في حاجة تانية، يعني مثلا انت عايز تغيرها من الكريتيكال هكذا لهكذا، تقدر تستخدم الكتاب دي عشان تقدر تقللها وتزود في حاجة تانية. بالنسبة لاينر باور يا جماعة، طبعا ده كله ده معروف، انا قلت لكم كل الطرق اللي تقدر تجيبها عن طريق التشي، عن طريق مثلا الجوائز، عفوا انا دي ما شرحتهاش هنا، بس تقدر ان هنا مثلا بعد ما تستخدم الكود بتقدر تستخدم تجيب تشي منها او برفكشن او جرمانات او تسريحات شعر وما الى ذلك. طبعا تقدر تقتل الوحوش الكيلينج بوس الريلم، وتقدر تستلم اللي هي الكتب اللي بتزود الحاجات دي معروفه طبعا يا جماعه، تقدر تعرفوها من اللعبه. تمام، وتقدر تفتحوها كلهم مره واحده، كلهم مره واحده. طيب في ماب جديد اسمه نيو ماين كاف اللي هو الكهف الجديد يا جماعه، القديم هيتمسح وهينزل مكان واحد جديد جدا جدا جدا، تروبليس كينج دوم ميشن، هيتغير مكان كينج دوم ميشن من مكان مهمات الكينج دوم. تمام، هتتفتح من الساعة 10 لغاية الساعة 21 بداية اللعبة. طبعا اللي فاز بالجلد وور يا جماعة هيبقى هو ملك الكهف دي، يقدر أعضاء الجلد بتوعه يدخلوا من غير أي دفع رسوم، لكن لو حد بره الجلد دي لازم يدفع رسوم قبل ما يخش. الله أعلم إذا كانت رسوم 100,000 ولا 200,000 ولا 500,000، الله أعلم. طيب بعديها تقدر تموت يعني اي حد تفتح عليه بيكي مثلا في الماب دي، مش هيتحسب عليك بيكي، يعني هيبقى زي الماب القديم بتاع النمسيس، تموت زي ما انت عايز. طبعا السيرفرات مليانه وحقوق قبل مننا ناس هيقدروا يعني يتخانقوا 24 ساعه صراحه يعني. تمام، بعديها لو انت قتلت الوحوش مثلا جوه او حفرت او كده، تقدر تاخد جوائز جديدة جدا جدا. في مسابقة جديدة كمان هتنزل في التاون سيتي يا جماعة، ان انت مثلا نشرح هنا برضو، طبعا تقدر تقابل اللي اسمه شيف دي في مدينة التاون سيتي عشان تقدر تسجل دخولك للمسابقة، وبعد ما تكسب هتاخد جوائز مثل جرمانات، عندك سبيرين سبيشال ماب، لا استنى عفوا كده، عفوا عفوا سبيرين، ايه ده شيف تاون سيتي كان جيت سام ريورد سبيشال لايك، بس هو تقريبا شيف اوف تاون سيتي كان جيت سام ريورد سبيشال اوف يونيك جيرمنت بس سبيشال ماب اند سبيشال ستيت. مش عارف اذا كان دي يا جماعة ان المسابقات دي هتنزل، ولا دي الجوائز اللي انت هتاخدها من المسابقة اللي هتحصل في تاون سيتي. الحتة دي فعلا في كذا نقطة مش مفهومين، يعني انا هستفسر عليها الجيم عشان افهم. يعني مثلا اصل دي سي بي رين دي وسبيشال ماب وسبيشال والتمثال الخاص بيك والجرمانات والكلام ده كله، ده يا جماعة عفوا يعني دي اسامي ايفنتات، اسامي ايفنتات نزلت قبل كده، او يمكن يعني مثلا هتاخد الجوائز دي من خلال المسابقة اللي هتحصل، مش عارف. دي انا بالنسبة لي مش مفهومة، او ممكن يكون الراجل ده مثلا اللي هو لونج لاي ده مثلا
تخش تخو اول ما تدخل له مثلا تسجل في حاجه من دول، بس هو بيقول لك كان جيت سام ريورد سبيشال لايك، لا لا لا، هو ممكن يكون مثلا مسابقه وتاخد منها اي جايزه من الجوائز دي. تمام، زي ما انا فهمتكم يا جماعه، اي انا عارف الشرح ده فيه كام تكايه كده مش مفهومين، انا فعلا فعلا عايز افهمهم والله العظيم بجد. يعني انت تقدر هنا طبعا عفوا تقدر انا تدوس مثلا على الصور وتقدر تفهم الليله كلها من خلال الموقع بتاعي، لو انت مثلا معرفتش تفهم اي حاجه من الفيديو ده الشرح البسيط، او دي التحسينات اللي هتحصل، الله اعلم اذا كانت هتحصل في شهر 9 او السنه الجايه، الله اعلم بجد. يعني لسه انا حاليا معرفش ان هو مش مدي تاريخ معين، بس انا متوقع انه ممكن تبقى في شهر 9، متوقع بكده فعلا. يعني هو التحسينات اصلا بيعملها في اي وقت، يعني ده دماغه ترلالي خالص يعني. تمام، الى اللقاء في مزيد من الحلقات القادمه ان شاء الله. انا اسف طولت عليكم تقريبا بتاع 12 دقيقه ولا 11 دقيقه جدا، انا اسف جدا. ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك للقناه، وطبعا انضمام لاسره دبليو كي سي وينو كونكر، مجموعه جروبات، وعملنا جروب جديد يا جماعه اسمه كينجدوم وينو كونكر، ملوك وملوك لعبه كونكر. ان شاء الله باذن الله يوم 7/8 المفروض ان المسابقه تتعمل بعد القرار النهائي اللي اخده الجي ام. مزيد من التفصيل ان شاء الله اشتركوا في القناه بتاعتنا، وما تنساش تفعل زر الجرس، وكمان معاه باذن الله كده اي تعليق تشجيع لنا. واهم حاجه يا جماعه عايزين نوصل على الاقل 300 لايك، نقدر نوصل 300 لايك. الى اللقاء في مزيد من الحلقات القادمه ان شاء الله.